اسلم ما انت عدى عليك من اللي اسلم انا والله اللي تبون تبي تسال وش سؤالك احمد بلين ما عاد يبقى مرحبا الله يبقيك والله يحييكم الله يبقيك اقول برنامج الواقع على عبر الاثير يحضن جميع ابداعنا يا الاخويا ولا ينال الطائله غير الجدير ولا يحب الله غير الاتقياء وحنا منافسنا شريف من الاخير والله ما فينا نفاق ولا رياء سلامتك الله يجمعكم ولا يفرقكم يجعل بالكم الفوز كلكم بالمركز الاول تجتمعون